الانتخابات الخريفة، فإن الإطار التنسيقي أفصح بصريح العبارة عن آلية المشاركة في هذا الاستحقاق وفق مبدأ الالتئام بعد الاقتراع والدخول للمنافسة بقوائم متعددة لا قائمة واحدة، مغلقا الباب أمام فرضيات الخلاف والانقسام التي تعج بها منصات التواصل الصفراء، ومراهنا على بقائه بذات التماسك فضلا عن أهمية تحقيق النزاهة والشفافية في اقتراع المحلية والمشاركة الواسعة واختيار الأنسب. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، فما يزال قضاء سنجار منطقة النار المحلية والإقليمية يعاني من مؤشرات اشتداد أزمة التنافس السياسية والأمنية، فبين نارين يعاني سكانه قساوة التحركات ومساعي إعادة التموضع والتمدد من خلال اتفاق غابت عنه أطراف القضية الأساس وخطة عبره قلب الحكومة السابقة التي قفزت على الوقائع المثبتة. فالخلاف الذي يتنامى بلا فائدة عرقل جهود إعادة النازحين وحتى البدء بحملات الإعمار. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة، ونرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام. عضو الهيئة العامة للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد نزار السلطان، أهلا بكم السيد نزار، وكذلك الترحيب بالسياسي المستقل الدكتور عائد الهلالي، أهلا بكم دكتور عائد. أبدأ معك سيد نزار، أهلا بك مرة ثانية، ونود أن نتحدث عن ما أعلنه الإطار التنسيقي بالدخول إلى الانتخابات المحلية القادمة بعدة قوائم. هل هناك فعلا انقسام داخل الإطار كما يجري الحديث في الأوساط السياسية والإعلامية ومنصات التواصل له هذا تكتيك انتخابي؟ شكرا لك ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناتكم الكرماء. حقيقة بحسب سانت ليغو القانون المعتمد 1.7 في انتخابات 2023، أعتقد من المجازفة أن يدخل الإطار التنسيقي بقائمة واحدة بانتخابات القادمة، وحسنا فعل بموجب هذا القانون بالنزول بعدة قوائم، ورقميا ستحقق له أرقام يعني شبه مضمونة وربما تكون أكثر من الأرقام التي لو دخل بقائمة واحدة سيحصدها في المحافظات، وهذه قضية يعني مجربة رقميا بانتخابات 2013، وهناك قوى سياسية حصدت ضعف أرقام الانتخابية في محافظات معينة نتيجة نزولها بأكثر من قائمة لكيان سياسي واحد. نعم. وبالنتيجة هذا الخيار هو خيار تكتيكي للحصول على أكبر عدد الأصوات وعدم ضياع الفرصة ناخبي الإطار. وأعتقد عملية الالتئام يعني ليست ببعيدة على الإطار بعد النتائج، قد تحصل بعض الاختلافات هنا وهناك، وهذا أمر طبيعي نتيجة قد يكون نتيجة اختلاف الحجوم والمخرجات الجديدة بالانتخابات القادمة، ولكن لا أعتقد أن أي اختلافات ستحصل سترقى إلى مستوى التشتت أو انهيار هذا التحالف الذي أصبح فرصة كبيرة للنجاح في المرحلة القادمة في المجال الخدمي. أهلا بك مرة أخرى دكتور عائد. بالانتخابات البرلمانية الماضية كانت قوائم الإطار ربما مع القانون الانتخابي في وقتها وأدت إلى نتائج مربكة لجميع الأطراف السياسية. تعتقد قوى الإطار هذه المرة أو القوى السياسية بشكل عام راح تعرف تتعامل مع هذا القانون وهو بآلية جديدة؟
يلا بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لك أستاذ بشار وللضيف الكريم قناتكم الموقرة والمشاهدين الأعزاء. بكل تأكيد الدرس الذي أخذه الإطار التنسيقي من الانتخابات الماضية وما حصل فيها من تداعيات بكل تأكيد هو نصب أعين قيادة الإطار التنسيقي. الأخطاء والإرباكات والضغوط التي كانت موجودة في تلك الفترة وليس القانون القضية الوحيدة اللي كانت أو أثرت بشكل كبير جدا على نتائج الانتخابات، لكن كما تعلمون أخي العزيز أن هنالك وضع كان معقد في تلك الفترة، وكانت المساحات التي يتحرك فيها الإطار التنسيقي مساحات ضاغطة بشكل كبير جدا، حيث أن هنالك حراك جماهيري كبير وهنالك تظاهرات وهنالك عدم القدرة للوصول إلى القواعد الجماهيرية والتواصل مع القواعد الجماهيرية وإنتاج حملة انتخابية لربما تكون قادرة على إيصال رسالة الإطار التنسيقي إلى قواعد الجماهيرية في تلك المحافظات. كما قلنا هنالك موانع كثيرة، فبكل تأكيد هنالك العديد من النقاط التي حالت دون أن يكون هنالك تواجد حقيقي للإطار التنسيقي. أضف إلى ذلك أنه أيضا كما أسلفتم جنابكم الكريم فيما يخص قانون الانتخابات والذي اعتمد الدوائر الصغيرة ساهم في تجضية جمهور الإطار التنسيقي وساهم في المقابل بتعزيز قدرات المجاميع الأخرى التي استطاعت الوصول، نقصد الأخوة في الكتلة الصدرية أو ما يسمى بالأحزاب الناشئة والأحزاب التي خرجت من رحم تشرين. فبكل تأكيد اليوم هنالك توجه آخر من قبل الأخوة في الإطار التنسيقي، أحزاب الإطار التنسيقي رممت العلاقة مع جماهيرها، حاولت أن تتواصل في الفترة الماضية. الإنجازات الحكومة حقيقة الموجودة حاليا والتي تدعم من قبل تعرف إدارة الدولة والإطار التنسيقي بشكل خاص، كل هذه الأمور لربما سوف تساهم. أضف إلى أيضا قانون الانتخابات الجديد الذي يعتمد المحافظة كدائرة انتخابية واحدة، بكل تأكيد سوف تساهم بشكل أو بآخر في أن تكون نتائج الانتخابات مختلفة تماما عن نتائج الانتخابات الماضية. هذا من جانب إذا كانت هنالك عدم رغبة لمشاركة الأخوة في الكتلة الصدرية. أما إذا حصل أن شارك الأخوة في الصدرية في الانتخابات حسب باسم التيار الصدري أو باسم كتل سياسية أخرى، فلربما الخارطة تتغير ولكن لا تتغير بشكل كبير جدا. سوف تعود الأمور إلى نصابها إلى ما قبل انتخابات 21، أي أن هنالك توازن في الرقعة الجغرافية ومساحات النفوذ والقواعد للأحزاب السياسية. فأعتقد أن الأمور إذا سارت بهذا الاتجاه فلربما أن النتائج سوف تكون في صالح الأخوة في الإطار التنسيق. طيب سيد نزار، ماذا عن المجلس الأعلى الإسلامي؟ ما هي استعداداته لهذه الانتخابات التي باتت قريبة على الأبواب؟ ما هي تحالفاته؟ يعني مؤكد المجلس الأعلى كيان سياسي عريق ولديه جمهور ومساحة جماهيرية يعتد بها، قد يكون مر بظروف يعني استثنائية، ولكن بالمرحلة الأخيرة بدأت عملية لملمة الشتات والتوكل على الله والنزول في قائمة بتحالفات مدنية 100% مع أطراف شعبية، وأنا أعتقد الأطراف اللي تحالف معها المجلس الأعلى هي اللي يعني تحمل جزء كبير من هموم المواطن في محافظاتنا وفي بغداد. وبالنتيجة أنا أعتقد الجهد اللي ينبذل الآن للمنظومة الانتخابية والدائرة الانتخابية المجلس الأعلى جهد استثنائي، وهناك استنفار لكامل كوادر ومؤسسات المجلس الأعلى للنزول للساحة واستثمار كل طاقاتنا الشبابية وطاقاتنا البشرية الموجودة في مؤسساتنا لغرض النجاح في الحصول على المساحة اللي يستحق هذا الكيان واللي معروفة على مستوى الدورات الانتخابية الأولى في الحياة السياسية الجديدة بعد 2003. طيب سيد نزار، أنتم لديكم جمهوركم، كل الجهات السياسية عندها والأحزاب عندها جمهورها الخاص، لكن المراهنة يمكن على بقية الشارع العراقي، هل تراهنون على كسب أصوات
من بقية الشارع من الشعب اللي ما منتمي إلى المجلس ما يعتبر من جمهوركم؟ مؤكد اليوم الفجوة صارت كبيرة ما بين الجمهور بشكل عام وبين القوى السياسية مجتمعة، والفارق أصبح كبير، يعني نسبة يعني العزوف تجاوزت 70% في مناطق عديدة من العراق ومحافظات عديدة من العراق، ولعله الجزء المتحرك في الانتخابات الماضية هو الجزء اللي احنا نسميه يعني الشريحة، اغلبهم ما اقول كلهم بس اقول اغلبهم هو من الشريحة المستضعفة، الشريحة اللي شعارها عيشني اليوم وموتني بكرة، وللأسف هذه الشريحة دائما تكون عرضة للابتزاز، عرضة للاستغلال من قبل النفوذ السياسي او من قبل المال السياسي المنفلت، وبنتيجة تكون النتائج للأسف نتائج مؤسفة. صناع القرار هم العازفين عن الانتخابات، هذه الشريحة لنا فيها جزء كبير او امتداد كبير، واجبنا اليوم هو تحريكه و يعني محاولة استنهاضهم لإدراك خطورة العزوف عن الانتخابات، أنه كل ما يكون العزوف كبير كل ما تكون النتائج أكثر سلبية وأكثر كارثية وتنحدر الأمور إلى الأسوأ، وهذا ما نلحظه إحنا كمؤسسين. بالنتيجة المواطن يعني الفئة العازفة عن الانتخابات اللي شكل هي الفئة الكبيرة للأسف بالمجتمع العراقي وخاصة في الانتخابات الأخيرة، هذه الفئة يعني عملية تحريك أنا أعتقد مهمة جدا، وتأثيرها في تغيير مخرجات العملية السياسية من حيث النوعية، أنا ما أقول من حيث ما أقول من حيث العددية اللي كيان معين، بس أقول تغيير المعادلة ومخرجات المعادلة من حيث النوعية لكل القوى السياسية مهم جدا في تصحيح المسار للمرحلة القادمة. إن شاء الله إحنا مدركين لخطورة هذا الوضع ومدركين لأهمية اختراق هذه الشريحة أو المساحة اللي نسميها الصامتة أو العازفة، وتحريكها باتجاه صناديق الاقتراع أي كان توجهها السياسي سيكون قرارها إيجابي لصالح العملية السياسية ككل. طيب مشاركة الناخبين أو نسبة هذه المشاركة، يمكن الأحزاب حاليا أو القوى السياسية مهتمة كثيرا بقضية التحالفات والقانون وإجراء هذه الانتخابات، لكن في كل انتخابات نسبة المشاركة هي مهمة جدا كما ذكر سيد نزار. تعتقد ماذا على القوى السياسية أو الكتل أن تتخذه أو تتعامل يعني مع هذا الموضوع بأي كيفية بأي آلية حتى تقدر تقلل من نسبة العزوف؟ نعم أخي أستاذ بشار، حقيقة الأرقام التي تعلن في نهاية كل عملية انتخابية ليس بالضرورة أنه إحنا ندفع 80 أو 90% من الجمهور للدخول في العملية الانتخابية. بكل تأكيد أن الديمقراطيات المتقدمة لا تعول على هذا الموضوع، ولكن تعول على الشريحة التي تساهم بشكل أو بآخر في صناعة القرار السياسي أو رسم السياسات العامة للدولة، ويكون وجودها مؤثر. فبكل تأكيد تجربتنا الفتية وتجربتنا الحديثة تحتاج لها نضج كبير جدا، هذا من جانب. الجانب الآخر أنه الكتل السياسية لا زالت تنتهج، وخصوصا الكتل السياسية الراديكالية اللي موجودة في العملية السياسية، سواء الأحزاب الشيعية أو ولو ما عندنا أحزاب سنية نقدر نتحدث عنها، أو حتى الأحزاب الكردية، لا زالت تعتمد على الحرس القديم. إلى الآن هي لم تطور في استراتيجياتها، في سياساتها، في رؤاها، في أهدافها، في قياداتها، في قواعدها الجماهيرية، تحتاج إلى ضخ دماء جديدة. هذا أمر مهم جدا. إحنا نشوف اليوم أنه الأحزاب الناشئة استطاعت أن تحقق لها وجود في الانتخابات الماضية، وأنا متأكد أن الانتخابات القادمة سوف لن يكون لها حظ كبير جدا كما حصل في الانتخابات الماضية، على اعتبار أن جمهورها متشظي وجمهورها لا يستطيع أن يواكب جمهور القواعد السياسية للأحزاب الكبيرة.
فبكل تأكيد اليوم أكو عندنا أحزاب أخرى أيضا ناشئة لكن أيضا في الإطار التنسيق استطاعت أن تحقق مساحة في العملية السياسية وتكون رقم صعب. أما بالنسبة للأحزاب الكبيرة للأسف الشديد نشوف هذه الأحزاب بدأت تتآكل، والسبب كما تحدثنا أنه ما موجودة أكو سياسات جديدة. اليوم الوضع متغير أخي العزيز، اليوم الحالة مختلفة تماما عن ما كنا نعيشه قبل 40 سنة و 30 سنة وحتى 20 سنة. نحتاج إلى أن نتعامل مع الجمهور الموجود الآن برؤى أخرى، برؤى مختلفة. شلون نقدر نستقطب أكبر عدد ممكن من الجمهور من خلال سياساتنا، وهذه السياسات التي على شرط أن لا تضر بمنظومتنا القيمية، بثوابتنا الوطنية، بثوابتنا الدينية والعقدية. فبكل تأكيد لنا أساتذة موجودين، لدينا أساتذة موجودين، لدينا خبراء موجودين، لدينا كفاءات كثيرة جدا، ولكن الأحزاب الكلاسيكية كما قلنا لا نعلم لماذا لم تستثمر هذه الكفاءات بالشكل المطلوب وتوظف هذه الكفاءات حتى تكون قادرة على استقطاب الفئة الصامتة كما تحدث أستاذ نزار، أو احنا نسميها المنطقة المحايدة، لأن احنا نعرف انه هناك ثلاث أنواع من الجمهور: جمهور المعارض والجمهور المنظم والجمهور المحايد. احنا بكل الأحوال الجهتين سواء احنا والآخر هو نتصارع على منطقة واحدة ألا وهي المنطقة المحايدة. والمنطقة المحايدة أيضا تقسم إلى قسمين، المنطقة المحايدة تقسم إلى أصحاب النفوذ والمصالح العليا، وهؤلاء يكونون مع دائما مع الحكومة القوية. أما الجهة الأخرى واللي هي السواد الأعظم، طبقات الفقيرة والحلقات الضعيفة والموظفين وصغار الموظفين والبسطاء، هذه مكانة الصراع والتنافس ما بين الكتل السياسية على اعتبار أنه أنت لا تقدر تأثر على جمهوري ولا أنا أقدر أأثر على جمهورك، لكن نتصارع على هذه المساحة. وهذه المساحة سنويا هنالك دماء جديدة تدخل فيها، يعني سنويا كل 4 سنوات تدخل عندنا 4 أعمار، فبالتالي هذه أرقام كبيرة جدا. لو استطعنا أن نفهم ماذا تريد هذه الفئات أو هذه الشرائح، شنو احتياجاتها، شنو معروفة يمكن دكتور عاد احتياجات هذه الشريحة وكل الشرائح هي الخدمات. خليني أرجع إلى سيد نزار، كما ذكر سيد عائد كيفية الوصول إلى هذه الطبقة، إلى الطبقة المحايدة من الشارع. يمكن سيد نزار أن طبيعة هذه الانتخابات المحلية أنها خدمية، حكومتكم حكومة الإطار هي حكومة خدمات، هذا وضعته على رأس أولوياتها وبرنامجها. لكن اليوم كما يبدو أن هناك منافسة داخلية ما بين قوى الإطار، تساعد هذه المنافسة الداخلية الإيجابية إن كانت إيجابية فعلا، هل تساعد على الوصول إلى هذا الجمهور وتقديم الخدمات له؟ يعني أنا أعتقد هذه الشريحة يعني كل ما تحتاجه هو تلمس الصدق في طرح البرامج، سواء من قبل الأشخاص المرشحين أو من قبل القوى السياسية. الخطاب التقليدي للقوى السياسية ما أعتقد بعد يعني يعمل مع هذه الشريحة ويقدر يأثر، لأنه إحنا مرت علينا أكثر من دورة انتخابية، وكثير من الوعود اللي أعطيت للجماهير تم يعني التغاضي عنها أو لم تستطع الحكومات الوصول إلى متطلبات هذه الشريحة بالحد الأدنى. وبالنتيجة أعتقد بحاجة أولا إلى خطاب جديد وخطاب مقنع وخطاب علمي، إضافة إلى أن يعني العمل على إشراك هذه الشريحة في صناعة القرار. والإشراك في صناعة القرار أنا أعتقد يعني يحتاج إلى أن تتعامل بعلمية وبقدرة يعني كبيرة في يعني تمتلك رؤية ثاقبة في قضية تحريك هذه الكتلة البشرية. وإحنا جربنا جزء يعني من هذه التجربة في بعض المناطق، قدرنا نحصل يعني تلمسنا تحرك شبابي مع رؤيتنا في صناعة القرار
من قبل هذه الشريحة. وببساطة يعني صناعة القرار ما تحتاج فد يعني علمية بقدر ما تحتاج إلى مصداقية، أن تخلي المقابل يتحسس صدقك في طرح الفكرة، والفكرة الأساسية هو استكمال متطلبات الحكم المحلي في أصغر دائرة أو في أصغر وحدة إدارية، حتى الجمهور يكون مساهم ومشارك بشكل فوري في صناعة القرار الخدمي في مناطقه، وبالنتيجة نتخلص من مشكلة الهيمنة والتفرد بالقرار سواء على مستوى البرلمان أو على مستوى مجلس المحافظة. هذه طيب. قضية أساسية طيب. نتمنى أنه تنجح في المرحلة القادمة. هناك تنوع كبير بعدد كبير من القوى السياسية شكل الإطار التنسيقي، حاليا انقسمت إلى عدة قوائم حتى تدخل وتخوض هذه الانتخابات، يمكن 7 قوائم. سيد نزار، ما مدى دقة هذا الرقم كما أشيع في الإعلام؟ وهل ستشمل يعني هذه القوائم تعتبر يعني تعدد بالبرامج وبالتالي إمكانية أكبر لكسب الأصوات؟ يعني أنا معلوماتي 5 قوائم، إذا صار 7 نعم. أنا أعتقد تعددية بالإطار، يعني الحد 5 قوائم معقولة إلى بحسب يعني مساحة الساحة السياسية المتنافس عليها، وبحسب القانون اللي يسمح لنا ب يعني طرق جميع الأبواب والتنوع في طرح يعني البرامج بحسب المساحات الانتخابية. وبالنتيجة إذا كان الرقم أكثر من 7 أنا ما عندي علم، عندي علم 5، أعتقد جيدة تتناسب مع القانون المعتمد في هذه الانتخابات، وأعتقد ستحقق أرقام لا بأس بها للمرحلة القادمة، وستكون عملية تشكيل الحكومات المحلية في أغلب المحافظات عملية سلسة وسريعة، ما أعتقد راح يصير بها مشاكل طيب داخل قيادة الإطار التنسيقي. بالنسبة للمجلس الأعلى الإسلامي، حدثنا عن قائمته تحديدا، من سيتحالف معه، طبيعة هذه يعني القائمة، محدداتها شنو، أوصافها شنو؟ يعني أنا ذكرت بشكل مختصر، تعرفون جنابكم إحنا اليوم في طور يعني المصادقة، أعتقد الأسبوع القادم تنتهي الفترة القانونية للمصادقة على التحالفات والقائمة، وبالنتيجة تحالفات المجلس الأعلى قوى شعبية، قوى الانتفاضة، قوى ناشئة أو متشظية من قوى سياسية قديمة، وبالنتيجة حوالي 4 أو 5 قوى مدنية أغلبهم يعني قريبين من أفكار ومنهج التاريخي للمجلس الأعلى، وهذا يعني أعطانا فرصة إضافية للملمة شتاتنا كخط سياسي عريق، إضافة إلى التنوع يعني اللي حصل في قائمتنا، هو يعني محاولة جدية وحقيقية لاعتماد اللون الوطني داخل القائمة، وهذا يعني أعتقد سلوك هو مو جديد، ولكن في فترات السابقة نتيجة الأوضاع المربية البلد قد يكون يعني تمثيله غير واقعي، اليوم أصبح واقعي وحقيقي، ووجود التنوع الطائفي والتنوع الديني داخل القائمة أيضا هذا إلى يعني ينطي مؤشر على مدنية هذه القائمة وتوجهها نحو المسطرة الوطنية في تشكيل شخصية قائمة المجلس الأعلى، وهذا هو أعتقد الطريق اللي راح تسلكه كل القوى السياسية، لأن لا يوجد خلاص من التشتت الموجود بالعملية السياسية دون الاقتراب من المسطرة الوطنية، والمسطرة الوطنية هي الوحيدة اللي تنتج لنا أحزاب قادرة أن يعني أن تنظر برؤية وطنية للتحديات اللي يمر بها البلد، وتبتعد عن يعني
المكوناتية سواء على مستوى الطائفة أو العرق أو القومية، وأعتقد المجلس الأعلى سباق في هذا المجال، واليوم نعم. قائمته متجهة بهذا الاتجاه، فيها شخصيات مستقلة، فيها شخصيات من كل الطوائف ومن كل الأديان، وبالنتيجة هذا أعتقد يعني مسار أصبح إلى يعني أصبح استحقاق، ما أصبح إلى يعني ما أريد نقول إحنا اليوم كأنه دا نسوف معجزة، ولكن هو هذا استحقاق التمثيل السياسي الحقيقي في العملية السياسية في العراق. طيب دكتور عائد، الدخول بقوائم متعددة من جهة أخرى، هل يعتبر اختبار فردي لقدرة كل جهة على حصد ما تستطيع من أصوات ومن مقاعد؟ نعم أستاذ بشار، حقيقة التجربة الماضية كانت قاسية جدا بالنسبة للكثير من الأحزاب السياسية والتي كان لها وزنها ولها ثقلها الكبير، وعندما جاءت نتائج الانتخابات مخيبة للآمال. هسه الإشكالية اللي كانت أنه التزوير كان موجود، أن هنالك أخطاء وقعت فيها الكتل السياسية غيره غيره، فبكل تأكيد الكتل السياسية اليوم تريد تعرف أوزانها وحجومها، وأعتقد أن الإطار التنسيقي صرح اليوم بشكل ما لا يقبل الشك أنه بعد الانتخابات سوف يكون هنالك التئام لقوى الإطار التنسيقي، فبكل تأكيد معرفة مساحتي وحجمي ضمن قواعد الجماهيرية مقاعدي بكل تأكيد هذا لربما أنه العامل الأول. العامل الثاني، وأعتقد أنه البراغماتية حاضرة في هذا الموضوع، عندما تذهب الكتل السياسية بمفردها تريد تعرف حجمها كما قلنا، وأيضا تريد أن يكون لها موطئ قدم في الحكومات المحلية الموجودة، لأن احنا نعرف أن الحكومات المحلية الموجودة من الممكن أن يكون لها تأثير كبير جدا في نتائج الانتخابات البرلمانية القادمة، فتواجدك بمحافظتك أو في مكان تواجدك مساحتك اللي أنت تحرك بها وتقديم ما يمكن أن تقدمه من خدمات ومنجزات لربما ترفع من قيمتك السوقية في سوق الانتخابات، وهذا ما تبحث عنه الكتل السياسية. كما قلنا هنالك غبن لحق الكثير من الكتل السياسية في انتخابات 21، وهذا الموضوع لا تريد أن تدخل الكتل السياسية مرة أخرى بتجربة مريرة، فتحتاج إلى أن تلملم مشتاتها، تنظم صفوفها بالشكل الصحيح جدا، وتطرح نفسها كشركاء سياسيين لديهم القدرة على التأثير في المشهد السياسي، وأن القواعد الجماهيرية وما أنجز في الفترة الماضية من جهود بذلت جهود كبيرة جدا، وهنالك أموال صرفت، وهنالك وقت تم استهلاكه في قضية أنه الإعداد والتنظيم والتخطيط، فبكل تأكيد نريد أن نرى أنه هل استراتيجياتنا المتبعة أو التي كانت سائدة في ذلك الوقت قادرة على أن تحقق لنا ما نريد، أم لربما نذهب إلى تغيير استراتيجيات جديدة. الشكر جزيلا لكم السياسي المستقل دكتور عائد الهلالي، كنت ضيفا كريما، شكرا لك. والشكر جزيلا لكم عضو الهيئة العامة للمجلس الأعلى للإسلامي العراقي السيد نزار السلطان، كنت ضيفا كريما. أذن مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر من الحصاد وأبرز ما فيه. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا للحديث أكثر عن تفاصيل ملفنا الثاني. نرحب بضيفنا الكريم رئيس مركز ألوان للحوار الدكتور حيدر البرزنشي، أهلا بكم دكتور ضيفا كريما. وبداية مرحبا، حياكم الله. حياك الله. بداية بالنسبة لسنجار، كيف وصلت الأمور في سنجار لهذا الحد من الخلاف واشتداد مؤشرات تنافس في هذه المدينة والقضاء الضارب في القدم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لجنابك الكريم ومتابعي قناتكم موقرة. واقعا مسألة سنجار يعني مسألة معقدة مركبة، ليست اليوم
سنجار تبقى عراقية، هناك محاولات للهيمنة على هذه المنطقة استراتيجية الحيوية، استراتيجية أمنية واستراتيجية اقتصادية واستراتيجية ديموغرافية، هناك محاولة تغيير ديموغرافية هذه المنطقة، وهذا أمر يعني بصراحة يفترض أنه تكون هناك حل حقيقي من قبل الحكومة العراقية لتبني الموضوع بعيدا عن التجاذبات والنزاعات السياسية. ما يخص الحكومة الاتحادية وبعض الجهات السياسية داخل المناطق الوسط والجنوب، لا تريد أن تكون هذه سنجار هي حالة مثلا كردية بحتة، هناك يعني تنوع في هذه المنطقة، يجب أن يكون هناك استقرار في هذه المنطقة، ولا سيما ونحن اليوم يعني نمر على الذكرى الأليمة التي مر بها الإخوان من الطائفة الأزيدية هناك، كيف انسحبت منها القوات المتواجدة هناك وكسرت هذه المنطقة حتى تعرض أهلها إلى السبي وإلى القتل والتهجير إلى أعالي الجبال، وجاء أبناء الحشد الشعبي وكان هناك أبو مهدي المهندس رضوان الله تعالى عليه، واستشهد ثلة كبيرة من أبناء الوسط والجنوب وأعطوا دماءهم الطاهرة على هذه الأرض. اليوم يريد أحد السياسيين مزاج سياسي معين أن يغير ديموغرافية هذه المنطقة ويحاول أن يجعل من لون قومي معين، هذا أمر بصراحة غير مقبول ومرفوض، ويجب أن تبقى سنجار عراقية بهذه التوظيفة التشكيلة عفوا، ولا توظف سياسيا باتجاهات متعددة. بالنسبة للأهمية الاستراتيجية اللي ذكرتها بداية حديثك، يعني وين هاي الأهمية؟ شنو هذه الأهمية الاستراتيجية بحيث تصل الأمور في هذا القضاء إلى كل هذا الخلاف والمخاطر؟ استراتيجية الأمن القومي تحتم علينا وعلى الحكومة وعلى كل إنسان وطني أن لا يقبل بتغيير ديموغرافية وواقعية سنجار، لأن هناك مطامع تركية حقيقة وصراعات واضحة وصريحة، حتى يعني الوجود الأمريكي يراد أن تبقى هذه المنطقة منطقة صراع ونزاع وخاصرة إضعاف للدولة العراقية، هذا أحكي بصراحة وبوضوح، وبالتالي لا يراد أن يبقى الحشد الشعبي في تلك المناطق، هذا هي هنا المشكلة. لماذا لا يراد أن يبقى الحشد الشعبي هناك حتى تكون مساحة وممر للتهريب وللإرهاب وللإباء ولنقطة ارتكاز قد تكون لجميع أو مجموعة من المخابرات الخارجية أن تتمركز هناك، هذه نقطة الأمن القومي اللي يتحدث عنها. طيب اتفاق سنجار ليش محل هذا الموضوع؟ يعني يوم أمس أربيل دعت بغداد إلى تطبيق اتفاق سنجار، اتفاق ما هو هذا الاتفاق؟ من أطرافه؟ اتفاق سنجار كان في حكومة الكاظمي، اتفاق حقيقة غير منصف بل مجحف، يفترض أن تعاد قراءة هذه الاتفاقية جيدا وبنودها ويتم الاتفاق مرة أخرى على التعامل، لا يوجد محاذير من تواجد مثلا إدارات مشتركة بين حكومة الإقليم مثلا والحكومة الاتحادية، ماكو مشكلة، لكن الإشكالية الاستحواذ على هذه المنطقة والإصرار على الاستحواذ عليها. طيب شنو المشكلة إذا كانت الإدارة مثلا مشتركة؟ وين الإشكال؟ شنو المشكلة إذا كانت القوات الحشد الشعبي متواجدة هنا؟ لا، أهالي سنجار يطالبون بإدارة ذاتية لهذا القضاء. من حقهم، أنا أقول من حق أهل سنجار أن يحقق أن يعني يقرروا مصيرهم. لماذا لا تعطى الإدارة مثلا لأهالي سنجار؟ أنا عندما أقول إدارة مشتركة بمعنى ليس الإدارة المجاملة السياسية على حساب إدارة أهالي سنجار، أهل مكة وأدرى بشعابها، سنجار وأهلها ليسوا قلائل، لكن على ألا يكون من لون سياسي معين، ألا يكون من لون الاتحاد الديمقراطي يعني الكردستاني، هكذا هم مخاوف أهالي سنجار، وقالوا بصراحة يعني كثيرين من جاءوا إلى بغداد وذهبوا إلى بصراحة أجزاء من رؤساء التكتلات السياسية وحتى مع السيد رئيس الوزراء تحدثوا بصراحة، لا نريد أن يستحوذ حزب على مقاليد الإدارة في سنجار، هذا هو الذي حصل.
نعم. فبالتالي أهالي سنجار خرجوا بتظاهرات متعددة كما تعلم جنابك، وأرادوا أن يفرضوا سيطرة سنجارية إن صح التعبير. نعم. طيب، أهالي سنجار يرفضون اتفاق سنجار المذكور اللي جرى ما بين الحكومة الاتحادية، حكومة الكاظمي وحكومة الإقليم، لكن هذا الاتفاق أصلا ليش ما تم إشراك أهالي سنجار به؟ لهذا نقطة مهمة وسبب برفضه من قبل أهالي القضاء. ولذلك نقول أن هناك نوع من الإقصاء لأهالي سنجار، ولا يوجد تمثيل حقيقي أو توازن حقيقي في سنجار للتمثيل الأهالي المضحين اللي قدموا دماء وشهداء. طبعا أبناء سنجار أبطال شاركوا في معارك التحرير وكان لهم وقفة حقيقية اتجاه هذه المنطقة اللي أنا أعتبرها جينوسايد حقيقة، يعني إبادة جماعية حصلت في تلك المنطقة. لا. فبالتالي عندما نستذكر هذه المنطقة ونحيي هذه الذكرى، خو من باب أولى أن تسلم هذه المنطقة إلى أهلها كما حصل في المحافظات الأخرى. يعني عندما حرر الحشد الشعبي المقدس محافظات الغربية، هل بقى فيها أم سلمها إلى القيادات الشرطة وإلى أهلها؟ نعم، تواجدات عسكرية موجودة، هذه أمنية وقطاعات أمنية يعني توزيعها ضمن القيادات العمليات في المناطق. أما اليوم هناك مزاج سياسي معين يريد أن يفرض سلطته على تلك المنطقة لأغراض اقتصادية وسياسية وأمنية، هذا أمر مرفوض وغير مقبول طبعا. طيب، خلينا نبقى باتفاق سنجار، ليش ترفضون اتفاق سنجار؟ شنو البي تحديدا المرفوض وخطير؟ هل فعلا هذا الاتفاق مشبوه إلى درجة يمنح سنجار إلى الإدارة الكردية بشكل هو كامل؟ هذا اللي نتحدث عنه، أنه هناك عدم توازن بإدارة سنجار. لا، ليش وافقت وعقدة اتفاق حكومة الكاظمي على هبة الكاظمي؟ ليس أهلا لأن يتفق معه حقيقة، يعني بصراحة هو من هدم الدولة العراقية. اليوم نعاني من إدارة الكاظمي لمدة سنتين هدمت الدولة العراقية بما يعادل أكثر من 15 سنة أحكي يعني، وبالأدلة، مو قضية تجني. أنا الكاظمي شخصا لا يهمني حقيقة أن ينتقد ويذكر، لأنها مرحلة ونقطة سوداء من تاريخ العراق، لكن ما أداره هو وشلة الأنس والإرادة الخارجية التي أرادت له أن يكون أداة سامة في جسد الدولة العراقية، وبالتالي هذا ما جنيناه من حكومة الكاظمي وتبعات حكومة الكاظمي واتفاقات حكومة الكاظمي التي جرت البلاد إلى صراعات وغني عنها. بالتالي ما ممكن أن تهب وهب الأمير ما لا يملك، ليس من حق الكاظمي أن يهب سنجار لمن يريد. لكن على حساب أيضا هناك رغبات إقليمية ودولية في هذه المنطقة الجيوستراتيجية. أمريكا دكتور والأمم المتحدة أيضا جددت دعوتهم لتطبيق هذا الاتفاق. طيب، هل نحن تحت يعني بصراحة ما قيمة ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية ونحن نمتلك دولة ورئيس وزراء وقائد عام قوات مسلحة ولدينا قرارا سياسيا؟ ما قيمة ما يقولون هؤلاء؟ لا شيء. من يتحكم ببلدنا، نحن أم هؤلاء؟ عجيب، يعني هؤلاء لا يخجلون بصراحة من طرح هكذا قضية أنه يجب أن يطبق. من أنتم حتى تميلون لطرف سياسي على طرف آخر؟ من يريد أن ينسحب من العملية السياسية فلينسحب، لا يستخدم أسلوب الترهيب والترغيب مع الكيانات السياسية الأخرى ومع الحكومة العراقية. هناك وضع خاص لهذه المنطقة ووضع خاص لهذا القضاء، يجب أن تحترم إرادة أهالي القضاء ويجب أن تحترم الإرادات الأخرى. لا يمكن أن نقبل أن تسلم سنجار على طبق من ذهب لهالجهات السياسية. لكن اتفاق سنجار شنو مشكلته إذا حقق إعادة أعمار وإعادة خدمات وإعادة النازحين إلى القضاء؟ إذا أداته شرط، وبالتالي إذا تحقق الشرط بطل المشروط. هؤلاء حقيقة يريدون أن يعني بصراحة يقدمون موضوع للناس على أنه يمكن إعادة سنجار. من تخلى عن سنجار وتركها تصارع وحدها وتلاقي مصيرها دون أن يدافع عنها، ليس من حقه أن يتحدث عن سنجار بصراحة. تحدث
من دافع عن سنجار وحررها وأعطى دماء وشهداء من أبنائها ومن أبناء الحشد الشعبي، هؤلاء هم لهم الحق بأن يتمسكوا بأرضهم وأن لا يخضعوا لهذه الرغبات السياسية أو النزوات الأمريكية اللي تحاول أن تفرض واقع سياسي جديد في المنطقة. وهي مو تحاول، هي فرض أصلا واقع. هل فعلا يعني هناك يعني الإدارة تعين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو بتأثير من عندها؟ يراد لها أن تكون هكذا. من اللي عين قائم مقام؟ هل سنجار معترضين على هذا الموضوع أنهم يعني هذا قلت حضرتك، هم يريدون أن يعينوا شخصية مقربة من الأمريكان ومن الديمقراطي الكردستاني، لكن هذا أمر غير مقبول. يعني يجب أن يكون هناك توازن. الآن يعني هذه القضية هي بصراحة ليست جديدة بل هي متجددة، كل فترة يتم طرح ملف معين، خصوصا عندما تقترب الانتخابات هناك ملفات تعرف حضرتك تطرح للمنافسة السياسية أو للاستهلاك الإعلامي ولإشغال الحكومة عن هدفها الأساسي لتحقيق الاستقرار العام، وهذه ملفات يعني ملفات تستخدم من هنا وهناك. أنا أعتقد أنه التحالف الثلاثي ما زال قائما، يعني انتهى، قد يكون كمشروع انتهى انتخابيا، مو انتخابيا عفوا، انتهى سياسيا من الناحية التكتلية، لكنه ما زال متوافقا في مواقفه السياسية، وهذا أمر يجب أن نراجعه تماما، لأنه هذا الأمر عندما تكون جزء من كيان الدولة ومشترك في مؤسسات الدولة وتحاول أن تفرض على الحكومة وعلى الدولة واقع يتماهى مع واقع مع مزاجك السياسي ومع تطلعاتك في الاستحواذ على تلك المناطق، هذا أمر مرفوض وغير مقبول. طيب، الخدمات، إعادة أعمار، قضية النازحين أعدادهم كبيرة جدا والمفقودين، ليش يتم ربط هذه الملفات بقضية إدارة سنجار والسيطرة الإدارية على سنجار قبل وضع أمني مختل بالكثير من المحافظات والمناطق العراقية؟ مربوط الموضوع خدمات وأعمار، ماكو إلا من تستقر هاي المنطقة أمنيا، استقرت وأيضا أكو مشاكل بالخدمات وإعادة أعمار، الآن مرتبط بالخلافات السياسية في أي منطقة معينة مو بس سنجار، ليش يتم ربط هذه المواضيع؟ ليش ما يتم حلها حتى إن كان هناك خلاف سياسي؟ طرف يعني الأطراف حقيقة هناك، يعني نتحدث عن الأطراف السياسية اللي تريد أن تكون هناك يكون هناك استقرار، لكن هناك أطراف تريد أن يبقى هذا الصراع، ومن مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية والمصلحة بعض الدول الأخرى تركيا وغيرها أن يبقى هذا الصراع مستعر ومستمر ويتزايد يوما بعد يوم حتى تبقى واقع المنطقة بهكذا حال. لكن أنا أدعو الحكومة حقيقة من خلال قناتكم الموقرة أن لا تقبل ولا تتقبل أن يتم الحديث عن سنجار على أنها كردية وعلى على 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 وجوب أن تسلم إلى جهة سياسية معينة، وبالتالي الحكومة الاتحادية ملزمة بأن تعيد الخدمات وتمضي باتجاه إعادة ترتيب أوراق هذا القضاء وتسلم هذا القضاء لإدارة أهلها بعيدين عن التخندقات السياسية ذات الصبغة القومية البحتة. هاي المشكلة بصراحة. المفروض كان ينضم لنا عبر سكايب السيد رابين سلام عضو الحزب الديمقراطي من أربيل، لكن مدى يتأمن الاتصال عبر سكايب مع السيد رابين؟ كان ودي أن نسمع وجهة نظر أخرى مع الأسف، لكن نبقى مع وجهة نظرك. برأيك بالنسبة للحل الأمثل دكتور حيدر، ما هو الحل الأمثل لمشكلة سنجار؟ تطبيق إدارة ذاتية ممكن أن يفي بالحل كما جرى بسهل نينوى وتل عفر مثلا؟ أكيد أنا مع حل تطبيق الإدارة الذاتية وانتخاب، يعني يفترض أن يشترك أو يشترك بإدارة هذا الملف أهل سنجار بالدرجة الأساس. ما ممكن أن يستورد لهم شخص من أوروبا أو يستورد لهم شخص من جهة سياسية معينة أو من أربيل حتى يأتي إدارة ملف سنجار. يعني ممكن إعادة كتابة اتفاق بمسودة شفافة أو أكثر شفافية بمشاركة أبناء المدينة؟ يجب، أنا أقول هذا وجوب على الحكومة الاتحادية أن تحل هذا الملف. يعني السيد رئيس الوزراء أيضا، لكن تعرف تزاحم وتراكم الملفات وتدافعها يجعل أنه ملف سنجار طبعا هو مقدم، بس الله يكون في عون رئيس الوزراء كم ملف أكو، كم تراكم أكو. لا، لكن فيما يخص موضوعة قضاء سنجار، أنا أعتقد أنه أهالي سنجار هم الحل الأساسي والرئيسي في إدارة هذا الملف.
لا يمكن أن يتم إدارته من قبل جهات سياسية كما أسلفت سياسي واقتصادي وإقليمي في هذه المنطقة. رئيس مركز ألوان للحوار دكتور حيدر البرزنتشي، كنت ضيفا كريما، شكرا لك وشكرا موصول لكم مشاهدينا الكرام. إلى هنا وصلنا وياكم وضيفنا الكريم إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.